يا زهر فدوى اروح لك ابد والله يا زهرة. شوي شوي قوم على حيلك. اي ابد والله ما ننسى بعد ابد والله الليلة نذكر الإمام المهدي بالبداية. هذه طريقة النجف السائر، هو طريقة كربلاء الكل يعرفوها، بس النجف قل ما يعرفون. خطابنا الإمام المهدي سلام الله: يا معبود عجل فارج والينا. يا معبود ادوى روح لك. اي خاطبة للإمام: يا متى يعود طالة الغيب علينا. يا ما شاعر سيد سعد الذبحاوي: الله يقضي حوائجكم بحق الإمام المهدي المنتظر. نرفع ايدينا بهالدعاء وننحب عجل فرج والينا. نندب يا رب يا رب، ندعوك ونسألك بغربة زين. ندعوك ونسألك بغربة زينة. ليش وقت غايبنا يظل مغيب. الشوق يزود والشوق الشوق يزود والشافيت حني. انا يا معبود يا معبود. ايه الله يقضي حوائجكم وشافي مرضاكم ان شاء الله. يا متى يعود يا متى يعود طالت الغيبة علينا. يا معبود جاهل حسيان وغربته وحزن حره بعد وبجاه ظل عم الودي عزاره. عجل فرج غايبنا لا لتاخره. ندعوك يا ربنا تسهل أمره. للموعود والجاي تشتاقي. أنا يا معبود الثارب اليمة وثار أم البضع. يمتتي أمر يحيي دينا وشرع. قسطا وعدلا يمتايم للوسع. ويا يوم يا رب تميت البدع. ويا يوم يا رب بتميت البدع. احنا جنود والطلعت تانينا. يا معبود الله يقضي حوائجكم ان شاء الله ويتقبل اعمالكم.
الله يقضي حوائجكم ان شاء الله. فد بيتين ابوذيها من نقره ونبدي بالقصيده مالت اللطم.